اهلا بكم محبي قناة الدكتور حمدي. ان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم على موضوع جديد، والموضوع دوت هو يعتبر جديد قديم في نفس الوقت، لكن بالنسبه لقناتنا احنا اول مره بنتكلم عنه. هنتكلم ان احنا ازاي نعمل عزل لملفات المحرك التاثيري او اي ملف بشكل عام، وهنبتدي نشوف ايه هي انواع الاعطال اللي ممكن تحصل. طب العزل اخباره ايه؟ ما تيجوا طب نشوف الايه القصه دي هنعمل فيها ايه مع بعض. طيب يبقى اذا النهارده باذن الله هنتكلم على سبب مهم جدا من اهم الاسباب اللي بتؤدي لوجود اعطال في المحرك الكهربي، الا وهي انهيار العزل. هنتكلم طبعا على ارتفاع درجه الحراره بالنسبه للمحرك وايه علاقتها بانهيار العزل. هنتكلم ايه هو العزل. هنتكلم في منظمة اسمها النيما. المنظمة دي وضع اشتراطات أساسية للعزل والارتفاع في درجة الحرارة والكلام ده كله. هنتكلم نشوف ايه هي النيما دي. في كمان مؤسسة تانية دولية برضو وضع اشتراطات، هنتكلم برضو عنها شوية كلام كده عشان نعرف ان احنا عندنا النيما وعندنا الIEC. دول اكبر منظمتين في العالم اللي بيحط اشتراطات الحاجات الكهربية سواء المفتوحة او المقفولة. تمام كده هوت، هنتكلم عليهم او هنتكلم عن جزء بسيط منهم، وبعد كده لو الناس حبت ممكن يبقى نفرد حلقه كبيره لموضوع النيما والIEC كده. هنتكلم على الكلاسيفيكيشن بتاع العزل ذات نفسه، واقصى درجه حراره مسموح ليها ان المحرك يتعرض لها. تمام، هنتكلم كمان هل درجات الحراره بتاثر على العمر الافتراضي بتاع المحرك الكهربي وبتاثر ازاي. تعالوا بقى نبتدي نتكلم بقى واحده واحده عن الموضوع دوت مع بعض. دلوقتي احنا عارفين ان معظم الاعطال بتنشأ عن ارتفاع درجة حرارة المحرك. لما انا ببتدي احمل المحرك في الحقيقة بيبقى في البداية خالص قبل المحرك ما يدور بيبقى واخد درجة حرارة الوسط اللي هو موجود فيه، او الامبيانت تمبريتشر اللي هي ايه موجود فيها المحرك بتاعي. طيب طبعا في الصيف طبيعة تبقى درجات الحرارة مرتفعة، في الشتاء درجات الحرارة بتاعت الامبيانت يعني هتبقى منخفضة. الكلام ده كله طبعا المصنع ملوش دعوه بالقصه دي اساسا، ملوش دعوه لا بالصيف ولا بالشتاء، فهو بيحط طبعا درجه حراره معينه بيبتدي يصمم عليها اللي هي تعتبر بالنسبه له هي الامبيانت تمبريتشر، وهي عباره عن 40 درجه مئويه. تمام كده، بعد كده بقى المحرك لما درجه حرارته بتزيد بيبتدي على حسب كل نوع عزل بيتحمل درجه حراره معينه وكده هوت يعني. طيب في البدايه كده يبقى انا عندي المحرك كان واقف ودرجه حرارته هي درجه حراره الوسط المحيط. بعد كده المحرك عندي بدأ يشتغل، فبدأ درجة حرارته طبعا بتزيد تدريجيا مع الشغل طبعا. تمام، وده طبعا بيرجع للايه للباور لوس اللي هي بتبقى موجودة في المحرك، لان هي ديت اللي بتترجم يعني لطاقة حرارية، فبالتالي درجة حرارة المحرك بتبتدي تعلى. في الطبيعي طبعا الحرارة بتفضل تزيد 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 لغاية لما توصل لحرارة الاتزان اللي احنا بنقول عليها الإكيوليبريم تمبريتشر، وسميناها بالإكوليبريم تمبريتشر ليه؟ لأن عن درجة الحرارة دي بتكون كمية الحرارة المكتسبة قد كمية الحرارة المفقودة، فبالتالي بتثبت درجة حرارة المحرك. طبعا لو المحرك فضل يعلى طبعا ده هيأثر على العزل، وهنبتدي نشوف الكلاسز ونشوف النوعيات ديت ازاي. طيب طبعا الارتفاع في درجة الحرارة أو زي ما بيقولوا اللي هو التمبريتشر رايز دي أسبابها زي ما احنا قلنا من شوية، ان المفاقيد النحاسيه اللي هي اي سكويرد ار، سواء بقى الكلام دوت كان في الروتور او في الاستيتور، دوت هو اللي بيؤدي لارتفاع درجه الحراره. اذا درجه الحراره دي زادت عن الحد المسموح اللي احنا بنقول عليه بالانجلش الماكسيمم الاول تمبريتشر، بيبدا العزل واحده واحده كده او تدريجيا بيبتدي ينهار، ولما بيبتدي ينهار طبعا ويوصل لحاله الانهيار التام طبعا الملفات بتاعه الموتور بتتحرق مني ويتوقف المحرك عن الدوران. يبقى انا كده لازم اسحب المحرك ده اوديه الورشه اشيل الملفات بتاعته ابتدي ايه اعمل ملفات جديده. تمام كده اهوت، وممكن لو انتوا عايزين في حلقه مستقله نبقى نتكلم عن طريقه لف المواتشين ازاي، وابتدي بقى ايه اعزل الملفات ديت وكل القصه ديت، وبعد كده ابتدي اركبها تاني وايه وابتدي ادخله الخدمه من اول وجديد. طيب عندنا منظمه اسمها النيما. المنظمه ديت هي المختصه، مش هي في الحقيقه مش هي لوحدها برضه، هي ومنظمه تانيه اشهر منظمات عالميه حددت درجات الحراره اللي بتتولد في المحركات والكلام ده نتيجه للتشغيل، وقالت لنا
ان عندنا حاجه اسمها الانسوليشن كلاس، تمام، اللي هو احنا نبتدي نصنف العوازل، وكل عزل من العوازل دي ليه درجه حراره معينه بيقدر ان هو يستحملها، ماشي، وده بينشا نتيجه لتشغيل المحرك. فاحنا بنشوف الظروف المحيطه بالمحرك ايه ونبتدي نختار نوع العزل على اساس ايه البيئه المحيطه بالمحرك. طب احنا عمالين نقول نيمه نيمه نيمه، طب يعني ايه نيمه؟ كلمه نيمه في الحياه ترجمتها بالعربي هي الرابطه الوطنيه لمصنعي الاجهزه الكهربائيه، هي بالانجلش ناشونال الكتريكال مانيفاكتشر اسوسيشن، تمام. فاختصرناها بكل حرف من حروف كل كلمه، فايه ان وبعدين اي وبعدين ام وبعدين ايه، فقلنا عليها النيمه. في الحقيقه مش النيمه الوحيده بس هي المنظمه اللي بتهتم بهذا الموضوع، في منظمه ثانيه قلت لكم عليها هي الاي اي سي، هيجي ذكرها بعد كده. طيب النيمه انكلوزر ديزاين اوف ذا الكتريكال مانيفاكتشر، طبعا كلنا عارفين المحرك ده بيبقى مقفول، فاذا ها هو يتبع النيمه انكلوزر ديزاين اوف ذا الكتريكال مانيفاكتشر، او بمعنى اخر هو يتبع الاشتراطات التصميميه للمعدات الكهربائيه المغلقه اللي هي حطتها او حطت اساسياتها مين؟ النيمه. النيمه قالت لك ان اي حاجه مغلقه بتدور يبقى لازم ليها مصفات معينه في الاطار اللي هيركب فيها، تسرب الحراره بطريقه معينه، يعني قصه كده. طيب الاشتراطات بقى بتاعت النيمه في الحياه للانكلوزر يعني او الحاجات المقفوله، في عندي بعض اشتراطات بترتبط بالايه؟ بالمعده ذات نفسها. يعني في النيمه 1 وفي النيمه 3 وفي النيمه ار 3 وفي النيمه ار 3 ار اكس وفي النيمه 4 وفي النيمه 4 اكس وفي النيمه 12، كل الكلام دوت بيخص الاشتراطات اللي حطها النيمه لما يكون المعده الكهربائيه بتاعتي معده مغلقه، تمام؟ طبعا ان شاء الله هنتكلم، ممكن يبقى لو انتوا عايزين يعني نتكلم عن النيمه واشتراطاتها في حلقات مستقله يعني، تمام؟ لكن احنا هنا بنذكر مين اللي اسس النظام بتاع الانسوليشن وحط الاشتراطات بتاع درجات الحراره والكلام ده، عشان طبعا الحق يروح لمين؟ لاصحابه يعني. طيب عندنا بعد كده في زي ما قلنا في منظمه ثانيه اسمها الانترناشونال الكترو تكنيكال كوميشن، اللي بنختصرها في الاي اي سي، دي هي منظمه المعايير الدوليه، ماشي، دي بتنشر لنا كل سنه المعايير الدوليه لجميع التقنيات الكهربائيه، سواء لجميع التقنيات يعني بالنسبه لنا طبعا كهربائيه، سواء كهرباء باور او الكترونيه او اي تقنيات ذات صله بنفس الموضوع، وبنقول عليها الكهروتقنيه، يعني هي ده ترجمتها بالايه؟ بالعربي، تمام؟ وهي ليها مجموعه من المعايير، تمام؟ بتخص توليد الطاقه ونقل الطاقه والاجهزه المنزليه والمحركات والمعدات المكتبيه واشباه الموصلات والالياف البصريه والبطاريات والطاقه الشمسيه والتكنولوجيا النانو والطاقه البحريه، بحيث ان انا لما يجي حد يقول لي انا هجيب لك كذا ابتدي اشوفه بيحقق اشتراطات الاي اي سي ولا لا، عشان طبعا لازم يطابق الايه؟ الاستاندر الموجود عالميا. لو احنا حبينا بقى نبتدي نتفرج على الانسوليشن كلاس، هنلاقي مثلا ان احنا عندنا كلاس A، كلاس B، كلاس F، كلاس H. كل كلاس من دول لما بيجي نصممه او نحطه عشان يعزل بيه المحركات بتاعتنا، بنفترض ان الماكسيمم امبيانت تمبرشر بتاعتي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 40 درجه مئوية. فبالتالي يبقى انا عندي المحرك بتاعي مثلا لو هو شغال او معزول بكلاس A او كلاس مثلا B او F او H مثلا، يبقى اذا الماكسيمم امبيانت تمبرشر بتاعته هي عباره عن كام؟ عن 40 درجه. طيب مع التشغيل قلنا درجه الحراره بتزيد، فاحنا لو شفنا كلاس A مثلا يبقى هي اقصى زياده مسموح للملفات انها تزيدها عشان ما يحصلهاش مشكله هي 60 درجه فوق مين؟ فوق ال 40، لان يعني عندي 40 هيزيد 60 هيبقى 100، وبندي سماح خمس درجات كمان زياده. ليه بقى؟ عشان بيبقى عندي حاجه اسمها هوت سبوت تمبرشر اللاونس. الهوت سبوت تمبرتشر اللاونس ديت بالنسبه لي تعني ايه؟ طبعا احنا عندنا ملفات، والملفات زي ما احنا عارفين بتبقى راكبه جوه كور، تمام كده، وطبعا بيبقى في ما بين الملفات وبعضها او الاسلاك بتاعه الملفات بيبقى في هواء، كلنا عارفين ان الهواء سيء جدا في تسريب درجات الحراره، فبالتالي احنا بنعمل كده عشان النقطه دايما اللي في الوسط بتاعه اللي هي جوه مدفونه جوه دي بتبقى أسوأ نقطه فيها حراره، فبالتالي انا بدي خمس درجات في كلاس A ان ممكن درجه الحراره ايه تزيدهم، فيفضل العزل بحالته الايه؟ الطبيعيه. لو جيت ابص مثلا على كلاس F على سبيل المثال هلاقي برضو الامبيانت بتاعته ب 40، اقصى زياده يزيدها فوق ال 40 يزيد 105 درجه، والهوت سبوت
بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت الملفات اللي هنشوفها بعد شويه هي عباره عن 10 درجات. تمام، دي الهوت سبوت اللي هي ال10 ديت شويه دول هو بيطلعهم، يعني دي بنقول عليها الهوت سبوت تمبريتشر الاونس. تمام، بتوصلني لاقصى درجه حراره مع كلاس اف 155 درجه. يبقى اذا احنا لو بصينا برضو البي هنبص نلاقي ان اقصى برومبسبل تمبريتشر بالنسبه لي هي 40 زائد 80 اللي هي درجه الحراره العاديه زائد ال 10 الاونس المسموح بيهم، يطلع الكلام ده ب 130 درجه. لو جيت ابص على كلاس اتش هلاقي ادي ال 40 اللي هي ماكسيمم امبيانت تمبريتشر، ممكن تزيد لغايه 120 125 الملفات ما فيش عندي مشكله خالص، انا مطمن كده 100 100 على الموتور. وبندي سماح 15 درجه، وتبقى دي اقصى درجه حراره ممكن تتحملها ملفات المحرك في اسوأ نقطه، واسوأ نقطه بالنسبه لي بتبقى النقطه اللي في النص او المدفونه جوه تحت خالص عند مين؟ عند الكور. ادي الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، ده رسم حراري للمحرك الملفات المحرك زي ما احنا شايفين. ادي النقطه هي اللي في النص اللي هي جوه ده قطاع في الملفات ذات نفسها. هنبص نلاقي هنا مثلا لما قسنا درجه الحراره لقينا ان اقصى درجه حراره كانت 92.6، كل ما بخرج بره ابص الاقي ان درجه الحراره بتبقى اقل، طبعا عشان بيبقى بيبتدي التبريد يظهر اثره يعني. فبنبص نلاقي مثلا في منطقه زي دي كانت 98.3، بره خالص هنبص لايه هتوصل ل 84 درجه. تمام، بعيد خالص في الهواء توصل ب 76 درجه واحد من عشره. معنى كده ايه؟ يعني ان دوت هو التفاصيل بتاعت مين؟ بتاعت ارتفاعات درجة الحرارة ساعة ما قسناها في الكويلز بتاعت الموتور دوت وهو كان داير. طبعا بنقول على أقصى نقطة فيها أكبر درجة حرارة هنا بنقول عليها الهوت سبوت تمبريتشر. تمام؟ كل أقصى هوت سبوت تمبريتشر المفروض إن هو ما يعديش الإيه؟ الكلام بتاع الجدول اللي فات اللي إحنا كنا بنتكلم عليه. يبقى هنا لو أنا بتكلم على كلاس اتش يبقى أقصى حاجة 180، على كلاس اف يبقى اقصى حاجه 155، لو بنتكلم على كلاس بي يبقى اقصى حاجه 130، لو بنتكلم على كلاس سي يبقى اقصى حاجه 105. طبعا المفروض ان انا اصلا ما احاولش اوصل للدرجات دي على اساس ان انا ايه اقدر احتفظ بالموتور بتاعي بحاله جيده. طبعا هو كده كده ده هيخليه يعيش العمر الافتراضي المقدر للانسوليشن، بس لو زاد سنه او نتيجه مثلا ايه، افرض مثلا حضرتك كان مثلا بما ان احنا موجودين في مصر فدرجة الحرارة دلوقتي بقت زيادة بشوية، أصبحت درجة الحرارة أكتر من 40، أو إحنا قاعدين مثلا في مكان معين تاني مثلا في عند خط الاستواء درجات الحرارة مرتفعة جدا. يبقى إذا أنا أقول لو أنا لقيت مثلا درجة الحرارة أكتر من 40 مثلا، لو أنا اخترت حاجة زي كلاس بي هبص ألاقي إن أنا ببقى فين؟ في الأمان أو في السيف سايد. طبعا تعالوا نبص شوية بقى نشوف يعني إيه مثلا الانواع المواد اللي انا ممكن استخدمها في العزل. هنقول ان احنا مثلا انا خدت هنا نموذجين، نموذج A ونموذج B اللي هو كلاس A وكلاس B. بنقول ان في كلاس A الالتيميت تمبريتشر هي اقصى درجه حراره مسموح للمحرك او لملفات المحرك انها توصل لها هي 105 درجه. الماتيريال اللي انا بستخدمها في العزل بتبقى امبرجنيتد كوتون، سلك، بيبر، انيمال، ماشي، او ممكن اللي هو الانيمال مثلا، ممكن اخد بعض الاجزاء العضويه من الانيمال بتاعتي عشان ابتدي ان انا ايه، طبعا تبقى حاجات مثلا حيوانات ميته واخدين منها بعض الاجزاء كده عشان يقدروا ان هم يستخدموها في العزل. طيب الريتنج ده بيبقى ديزاين ماشي عشان اقصى درجه حراره توصل لها الملفات ما تزيدش عن 60 درجه فوق ال 40 درجه بتاعت الامبيانت تمبريتشر، وبندي سماح عشان موضوع الهوت سبوت كمان 5 درجات فتبقى اقصى درجه 105. لو جينا نتكلم على بي مثلا على سبيل المثال، بنقول ان احنا عندنا هنا الالتيميت تمبريتشر او اقصى درجه حراره ممكن يوصل لها ملفات المحرك المعزول بي كلاس بي هيبقى 130 درجه. نوعيه الماتيريال المستخدمه في العزل بتبقى جلاس فايبر، بتبقى ميكا، بتبقى اشياء من هذا القبيل يعني. المحرك بتاعي طبعا المفروض ان هو الامبيانت تمبريتشر بتاعته 40، وعندنا الحراره المفروض انها ما تزيدش عن 80 زائد فوق ال 40 يعني 120. تمام كده اهوت، وبندي 10 درجات سماح عشان موضوع الهوت سبوت، فيصبح اقصى درجه حراره موجوده بالنسبه لنا هي 130 درجه. مع درجه الحراره ديت يبقى الموتور هيعيش مثلا 20 25 سنه من غير اي مشاكل. طيب اصلا لو الكلام ده موجود ودرجه الحراره مثلا اللي هي ال 155 دي،
في كلاس اتش مثلا زادت بقت ايه 165 ارتفعت 10 درجات، او كلاس ايه مثلا بدل 105 بقت 115 درجه، هيحصل مشكله كبيره في المحرك. هنبص نلاقي ان المحرك بتاعنا عاش نص العمر الافتراضي بتاعه. يعني في مقوله كده حتى بتلاقوها في الكتالوج بتاع الموتور، بيقول لك عن كل ما درجه الحراره زادت 10 درجات عن المقنن المسموح به بيقل العمر الافتراضي للنص. يعني حضرتك لو عندك درجه الحراره بتاعت الموتور اشتغل على درجه حراره اكبر ب 10 درجات، حضرتك الموتور اللي المفروض يعيش معاك 20 سنه مش هيعيش بس الا 10 سنين. في عندنا خلي بالكم برضو كمان في حاجه اسمها معامل الامان في العزل. معامل الامان في العزل اللي انا بستخدمه هو بيبقى لما اجي اقيسه بقول هي النسبه ما بين جهد الانهيار الكهربي المباشر، يعني لو سلطت جهد كهربي معين في اللحظه دي الملف هينهار على طول مش هيستنى، الى جهد التشغيل. ده بنقول معامل الامان بتاع العزل. في الحقيقه ده بيتراوح من 5 ل 10 مرات من ايه طبعا لقوه العزل والحاله الجويه برضو الموجود فيها الايه العزل ده. يعني بمعنى اخر مثلا لو انا عندي محرك مثلا بيشتغل في على 400 فولت مثلا، معنى كده ان هو بيضرب 400 في 5 ماشي او 400 في 10 تمام كده، يبقى معنى كده ان ايه ان هو معامل الامان بتاعه او اقصى جهد ممكن يتعرض له من 5 ل 10 مرات من الاوبريتنج ايه فولتج بتاعه. يعني حضرتك تمسك 400 تضربها في 5 او تضربها في 10 يبقى هو الفولت بتاعه ان بتوين الرينج ده. زي ما احنا كده كنا بنقول مثلا لو احنا بنتكلم على ال 105، ادينا مثلا هنيجي عند ال 100 كده مثلا وهنطلع من عند ال 100 كده بخط. طبعا ده خطوط بتبين الكلاسز بتاعت العزل نفسها مع السعيد. يعني احنا لو المحرك اللي هو مثلا وليكن تعالوا نتكلم على صنف العزل ده هو اللي هو كلاس اف مثلا اللي احنا مشاورين عليه بالسهم ده، في الطبيعي جدا لو درجه الحراره ما زادتش عن 100 درجه المفروض ان الموتور ده بيعيش مليون ساعه تشغيل. يعني حضرتك تشغله مليون ساعه على ما يبتدي يحصل له فيلير في الملفات بتاعته. طيب لو حضرتك زودت ال 100 دول مثلا ل 115 او 110 باعتبار ان ايه ان احنا بنتكلم عن 10 درجات زياده، هتبص تلاقي على طول ان العمر الافتراضي ليه هيقل النص، يبقى في حدود تقريبا 500,000 ساعه تشغيل. ودوت اللي بيبين الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه. تمام؟ يعني احنا مثلا لو بنتكلم على الاتش احنا بنتكلم على الاتش عن 100 ايه؟ 100 وكام درجه في الاتش؟ احنا كنا بنتكلم في الاتش تقريبا على درجات حراره مرتفعه اللي هي تقريبا في حدود 180 درجه حاجه زي كده اهوت. تمام؟ فانت لو جيت كده هتلاقي مثلا بيعيش مثلا الاتش مثلا هيعيش له مش عارف كام ساعه تشغيل. حضرتك لو جيت زودت 10 درجات هتبص تلاقي ان ايه؟ اللي هيحصل ان ساعات التشغيل بتاعته هتبتدي تقل. كده احنا اتكلمنا على الموضوع بتاعنا اللي هو العزل. اتمنى الموضوع يكون بقى واضح للناس الفرق ما بين الكلاسز نفسها، تاثير درجات الحراره على العوازل هيعمل ايه بالظبط. باذن الله المره الجايه هنتقابل بقى مع موضوع جديد. هنبتدي المره الجايه كده ممكن نبتدي ندخل خلاص الاستيتور كده هيبقى خلص بكل اللي فيه بالنسبه للاندكشن موتور، هنبتدي ندخل في الروتر. وتحياتي ليكم، واقدر اقول لكم دلوقتي السلام عليكم، وانتظرونا في الفيديو الجاي بإذن الله.